الاول نبتدي معاكي النهارده كفنانه ولا كبروديوسر، خصوصا انت جايه بتحضري مفاجاه جامده جدا. انا اولا واخرا فنانه وانسانه، ولكن انا بحب عندي شغف لكل شيء بيتعلق بالبزنس وللفن. فانا هون حكون الاكزيكتيف بروديوسر لشركه عالميه اسمها تي بي تي ام ستوديوز. هي شركه من هوليوود، بينجو سينما وبينجو اعمال كثيره سينمائيه وغنائيه وموسيقيه كمان. فهن هلا ضمن برامجهم عندهم ابلكيشن اسمه ذا مايك، هيدا رح يدخلوا فيه على الشرق الاوسط من خلالي انا كمنتج منفذ لإلهم بالشرق الاوسط وبجنوب افريقيا وشمال افريقيا. فهون رح اخترنا 6 دول عربية لحتى نطلق الشباب العربي للعالمية من خلال هاي الشركة. مستر ديريك هو CEO تبع هاي الشركة، وهو إذا بتحبي بيشرح لك أكثر عن البرنامج. The show is a wonderful concept where you get to discover the world or discover a country through the eyes of the hottest rising talents, musicians, painters, dancers, everybody. And we wanted to do something that could elevate the youth of the MENA region to the global stage. And we couldn't think of anyone better than Susan, because she's not only an incredible artist and incredible businesswoman, but she also has that passion for the next generation. And we're so blessed to be able to work with her as our executive producer. هل البرنامج او البروجكت دوت هل بس الشغل بس على النجوم الشباب، ولا ممكن هتعملوا بروجكت فيه نجوم بقى فنانين؟ هلا بس النجوم الشباب اونلي، هلا بس الشباب رح نطلعهم، وبعدين ممكن نستعين بنجوم كبار. شايفه ان ده ممكن يحطك بقى في وضع، اولا هيعطلك عن التمثيل وشغلك؟ لا، لانه هيدا سوشيال ميديا ابلكيشن، هيحطك في خلافات مع نجوم كتير. تاني انا متعوده دايما. عايزين نسالك ان انت في المسلسل بتاعك، كلمينا عنه والتفاصيل. بيوت من ورق عم خلصوا هلا بلبنان، وبعد باقي لي كم يوم ومنخلص. لسه هلا هون لسه بالبدايات، هلا عم نحضر كل شيء، هن هلا على الارض وعم نحضر كل شيء مع بعض. في مفاجآت لقدام ما بدنا نحرقها هلا كلها. انت عارفه ان السؤال دايما السيده العامله، هل تقدر تكون سيده بيت كمان؟ وخصوصا طبعا انا اللي ناجحه بعملها اللي ناجحه بالحياه، انا بعتبرها ناجحه بكل شيء. يعني انا الحمد لله رب العالمين، من فضل الله علي بشكر الله على كل شيء بقدر بعمله بالحياه، كأم كفنانه كبزنس وومن ككل شيء الحمد لله. هتتجوزي امتى؟ اوه مريض. No, ان شاء الله.